تظهر إلى العلن أكثر فأكثر الانقسامات بين ميليشيات طرابلس، والتي تتجسد في اشتباكات بين عناصرها تشهدها العاصمة الليبية. اشتباكات أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاءها، لا سيما تلك التي وقعت في جنزور إحدى المناطق السكنية في طرابلس، وأكدت أنها تعرض المدنيين للخطر المباشر بعدما أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. هذه الاشتباكات ليست إلا صورة من صور الانقسامات العميقة في صفوف ميليشيات طرابلس. وفي إحدى صور الخلافات داخل ميليشيات حكومة الوفاق، استعراض كتيبة ثوار طرابلس قواتها وعتادها العسكري في شوارع العاصمة الليبية في رسالة إلى كتائب أخرى ضمن هذه الميليشيات. فهل تثمر الضغوط الدولية على حكومة الوفاق نهاية لهذه الميليشيات؟ ونرحب بضيوفنا في هذا الحوار من واشنطن كبير الباحثين في معهد جولد للاستراتيجيات الدولية ماثيو بروتسكي، ومعنا أيضا من طرابلس الكاتب والبحث السياسي محمد شوبار، وسيكون معنا أيضا في هذا الحوار من بنغازي الكاتب والبحث السياسي الدكتور أحمد العبود. أهلا بكم جميعا إلى هذا الحوار. أستاذ ماثيو بروتسكي، أبدأ معك من يعني ما أعربت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي يعني تحدثت عن قلق عميق إزاء الاشتباكات الأخيرة اللي دارت في جنزور بين الميليشيات. ما المخاوف الدولية من تطور هذه الاشتباكات بين فصائل تابعة لحكومة الوفاق وتعرض المدنيين بشكل مباشر للخطر؟ القلق الأبرز يكمن في أنه لدينا وضع مشابه لسوريا، حيث يوجد نحو 11 بلدا أجنبيا يستخدم بعض البيادق في ليبيا من أجل خلق حرب أهلية أخرى داخل الشرق الأوسط. هنا الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تولي انتباها كبيرا لما يحدث في ليبيا لوقت طويل، لكن مؤخرا أصبحت تحاول أن تؤثر وتقنع الأطراف بوقف إطلاق النار وبدء الحوار. عندما تنظرون إلى ليبيا ترون الشرق الأوسط مختزلا، نفس القوى الإقليمية، وهناك تصارع وتنحر، ولذلك هذا يجعل الوضع صعبا. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التوصل إلى وقف إطلاق النار ثم استئناف الحوار، لكن هذا يبدو صعبا في الوقت الحالي. والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبقي موقفا وسطيا بحيث تتوسط في نزاع كهذا، لكن إلى الآن بدأ أن هذا فيه قدر كبير من التحدي والصعوبة بالنظر إلى التجاذبات. سنعود لنسألك أستاذ ماثيو عن إمكانيات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار ولصد كل التدخلات التركية الداعمة لهذه الميليشيات في طرابلس، لكن نستفيد من وجود الكاتب والبحث السياسي محمد شوبار معنا من طرابلس. أهلا بك أستاذ محمد إلى هذا الحوار، لنسأل عن ما يجري حقيقة بين هذه الميليشيات على الأرض. يقال إنه الاشتباكات الأخيرة في جنزور أسفرت عن سقوط عدد من القتلى، هذا بحسب تصريحات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وهناك معلومات أيضا أستاذ محمد تتحدث عن مقتل قيادي في إحدى هذه الجماعات المسلحة. ما الذي يحصل حقيقة، ولماذا ميليشيات تابعة كلها لحكومة الوفاق تتقاتل اليوم؟ بداية تحية طيبة ليك ولكل السادة الضيوف ولكل المشاهدين الكرام. طبعا ما حدث هو يعني في إطار حركة وزارة الداخلية من أجل أن تكون كل المجموعات المسلحة منطوية بالفعل، وليس يعني كما يعني تحدثنا عليه في السنوات الماضية، أن تكون بالفعل كل هذه المجموعات المسلحة تنطوي تحت وزارتي الدفاع
وأيضا وزارة الداخلية. ما حدث هو أن هناك مجموعة بعض من المسلحين يريدون أن يفرضوا رأيهم على وزارة الداخلية، فهرعت وزارة الداخلية بفرق من أجل يعني نزع هذه الأسلحة من تلك المجموعات المسلحة. وأعتقد أن هناك اليوم يعني توافق كبير جدا ما بين كل المجموعات المسلحة والكتائب من أجل الانطواء بالفعل تحت وزارة الداخلية وكذلك وزارة الدفاع ونقل كافة الأسلحة إلى المعسكرات. وهذا أعتقد أنه هو خطوة مهمة جدا تأخرت فيها حكومة الوفاق الوطني، وكان السبب الرئيسي هو اندلاع طبعا الاشتباكات منذ أكثر من 14 شهر عندما هجمت مجموعات مسلحة مدعومة ب لماذا تتصارع الميليشيات فيما بينها إذا أرادت على وزارة طرابلس الدفاع نعم. والداخلية ضم كل هذه الميليشيات تحتها؟ يعني لماذا التصارع بين الميليشيات بالتحديد إذا كانت كلها ستكون تحت نفس يعني نفس الإطار تحت حسب ما ذكرت وزارتي الدفاع والداخلية؟ طبعا هذه الاشتباكات بالتأكيد أن هناك أفراد لا تروق لهم مسألة الدخول والانطواء تحت سلطة مدنية تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني، وبالتالي بالتأكيد سيكون لبعض الأفراد رأي آخر، ولكن بالتأكيد وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ستقوم بفرض هذه الترتيبات على كل المجموعات المسلحة وأيضا على الأفراد أيضا. وأعتقد أن هذه الحادثة أعتقد أنها صحيح أن سقط يعني اثنين أو قتل اثنين من في خلال هذه العملية، ولكن في اعتقادي الخاص هذه العملية بالتأكيد ستؤكد على مسألة فرض الأمن وسيطرة حكومة الوفاق الوطني على الأجزاء التي تسيطر عليها الآن بشكل كامل، وأن تنطوي كل هذه المجموعات تحت إمرة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. سنعود لنسألك أستاذ محمد، لماذا الآن تقرر حكومة الوفاق فرض هذه الترتيبات على هذه المنظومات والأفراد كما ذكرت لنا؟ لكن قبل ذلك نرحب معنا في هذا الحوار أيضا بالدكتور أحمد العبود اللي انضم إلينا. دكتور أحمد أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. يوما بعد يوم تتكشف هذه الانقسامات بين الميليشيات في طرابلس، أخرها المواجهات اللي أشرنا إليها قبل قليل بين مسلحين في منطقة جنزور في العاصمة، كيف يمكن لهذه الاشتباكات دكتور أحمد أن تؤثر على مسار الحل الليبي اللي تسعى إليه أطراف إقليمية ودولية حاليا؟ خلينا نرجع للإشكالية منذ 2011 عندما سقطت الدولة وانهارت وبدأ التصارع ما بين هذه الميليشيات للسيطرة على مؤسسة الدولة. هناك ميليشيات أيديولوجية عقادية ذات توجه إسلاموي راديكالي تتبع تنظيم القاعدة مثلا على سبيل المثال كمرجعية فكرية، وهناك ميليشيات جهوية وفئوية، وهناك ميليشيات تعمل من خلال الابتزاز والسيطرة على عملية التهريب مقصود هنا بين مزدوجين الهجرة غير الشرعية والتجارة والتجارات الممنوعة رق البشر وإلى آخره، وهناك ميليشيات تمتهن اليوم عملية الابتزاز من خلال السيطرة على وابتزاز الوزارات والمؤسسات الحكومية. إذن الإشكالية الحالة الميليشياوية هي إشكالية قديمة، يعني مذكر السادة المشاهدين بأن من انقلب على المسار الديمقراطي في 2014 هي هذه الميليشيات بما يسمى عملية فجر ليبيا. الحالة الميليشياوية هي التي أفسدت الحياة السياسية، أفسدت المراحل الانتقالية، وهي التي تقوم بعملية النهب الممنهج لثروة الليبيين، فهي ظاهرة قديمة حديثة. اليوم هناك سؤال كبير يطرح، لماذا الآن عملية تفكيك الميليشيات ولماذا التصادم ما بين هذه الميليشيات التي تنضوي تحت حكومة الوفاق؟ أعتقد بعد اجتماع التي حدث خلال الأسبوعين الماضيين ما بين ممثلي عن وزارة الخارجية الأمريكية والأفريكوم وأيضا وجود السفير الأمريكي، كانت هناك تعليمات واضحة بتفكيك الحالة الميليشيوية. بعض الميليشيات سوف تستجيب
لكونها قريبة من وزير الداخلية فتحي بشاغل، بالمناسبة الذي حتى قبل 2019 وقبل 4/4 نبه إلى ما تقوم به هذه الميليشيات من إفساد للحياة السياسية ومن سيطرة ونهب والتجار في الممنوع، يعني كما نقول بين المزوجين أو الهجرة غير الشرعية وإلى آخره. الطلب الأمريكي أو الأوامر الأمريكية هي بتفكيك هذه الميليشيات عبر عدة مستويات أو عبر عدة مسارات وعبر عدة تصنيفات التي أستطيع أن أقولها بأنها تصنيفات واضحة بأن هذه الميليشيات، وهذا مطلب دولي اليوم أصبح بأن لابد من تفكيك الحالة الميليشيوية، خاصة وأن بعض قيادات هذه الميليشيات تطاردهم عقوبات دولية، يعني بمعنى أن هناك من يصنف الميليشيات بأنها تنتمي لقيادات ولعناصر مطلوبة دوليا ومطلوبة بوفق لقرارات مجلس الأمن. المراجعة اليوم، وأعتقد بأن الصراع اليوم ما بين الميليشيات هو أن انتهى دور الميليشيات حقيقة، وحان الوقت من تفكيك هذه المنظومة الميليشيوية كأحد اشتراطات الانخراط في الحياة في العملية السياسية. وأعتقد بأن هذا ما يريد تقديمه بشاغة اليوم، يقدم أوراق اعتماده للمجتمع الدولي بأنه سوف يقوم بالاستجابة للمطالب الأمريكية والمطالب الدولية التي تدعو إلى تفكيك الميليشيات. دكتور أحمد، دعنا نشير إلى موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يعني تصريحها جاء في نفس الإطار. قالت البعثة: نشعر بقلق عميق إزاء الاشتباكات التي وقعت بين عناصر إجرامية بينهم أفراد من أو أفراد في جماعات مسلحة، وذلك في جنزور إحدى المناطق السكنية في طرابلس. تقول أيضا إن هذه الأعمال الطائشة تعرض المدنيين للخطر المباشر بعدما أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. سيد ماثيو بروتسكي، هل بالفعل ما نشهده اليوم من عمليات تفكيك لهذه الميليشيات كما وصفها الدكتور أحمد العبود معنا قبل قليل تأتي نتيجة هذا الطلب الأممي، هذا الضغط الدولي على حكومة السراج؟ نعم، جزئيا هذا صحيح، لكن أيضا الطائرات المصرية والتحرك المصري أعطى رسالة بأن الخط الأحمر لا يجب تجاوزه وعجل بهذا الأمر. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تنخرط أكثر من أجل حل الأزمة في ليبيا، وخصوصا عندما نتحدث عن تلك الخطوط الحمر التي حددت من قبل أطراف عدة. للأسف الشديد هذا النوع من النزاع عندما يكون هناك العديد من الفاعلين الأجانب كلها لها مصالح متعارضة، من الصعب جدا أن يكون هناك اتفاقا طويل الأمد ونزع الأسلحة من هذه الميليشيات. سنرى كيف تتطور الأمور، لكن هذا الأمر تمت محاولة إنجاحه منذ وقت طويل. والشيء الذي أنا متأكد منه هو أن إدارة ترامب لا تريد لعب دور القيادة هنا، هي تريد الأمم المتحدة أن تكون أخذ بزمام الأمور والأوروبيين أيضا، وهناك مصالح من أوروبا أكثر، وهناك تصارع بين تركيا وروسيا ومقاربات مختلفة حول هذا النزاع. لكن مبدئيا أعتقد أن هذا اضطراب طويل ويجب وقفه. أستاذ محمد شبار، هل تقوم حكومة الوفاق بتفكيك هذه الميليشيات حاليا بضغط خارجي كما ذكر ضيفانا؟ كنت أود أن أسألك يعني لماذا تتم هذه العملية الآن؟ طبعا هذه العملية كانت ستبدأ يعني قبل، منذ بداية سنة 2019، ولكن للأسف الشديد السبب الذي أخر هذه العملية هو مسألة الهجوم على مدينة طرابلس بهذا العنف الذي خلف يعني آلاف من المشردين اليوم لازالوا يعني بدون بيوت، خلف أيضا كثير من القتلى، خلف مقابر جماعية. للأسف الشديد أن ما يطلق عليه الجيش الوطني هو من يحمي هذه
هذه المجموعات التي قامت بكل هذه المجازر وكل هذه المقابر الجماعية. ليس هذا فحسب، وأن هذه المجموعات التي اعتدت على مدينة طرابلس قامت بقفل النفط، ويعني الخسائر قدرت بأكثر من 231 مليار، وهذا طبعا تقارير من الأمم المتحدة التي يعني أدت الحقيقة يعني هذا الهجوم أخر الدولة الليبية بشكل واضح وكبير جدا. وحكومة الوفاق اليوم تريد أن تسابق كل هذا الزمن من أجل تطبيق الترتيبات الأمنية التي وردت في الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية. طبعا هذا يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى معرفة، ويحتاج إلى مستوى من الوعي الكبير جدا، ليس في طرابلس فقط وإنما حتى في المنطقة الشرقية. يجب تسليم كل هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم كمحمود الورفلي الذي يعني لازال إلى حد هذا اليوم يحتمي بما يطلق عليه بالجيش الليبي في المنطقة الشرقية. أيضا كتيبة التوحيد السلفية، هذه الكتيبة التي تخرج من مجموعات إسلامية متشددة ومتعصبة، وأعتقد أن هذا هو يعني أمر خطير جدا حقيقة. يجب على الليبيين أن يعرفوا بالفعل مدى خطورة هذه المجموعات. وقد أشارت إلى هذا الموضوع أيضا البعثة أستاذ محمد عندما قالت أنه حكومة الوفاق يجب أن تتحرك نحو إصلاح فعال للقطاع الأمني، بإشارة واضحة إلى ما يعانيه هذا القطاع حاليا. سنعود إلى هذه النقطة معك دكتور أحمد العبود. يلفتنا أنه بالتزامن مع هذه التطورات اللي تحصل بين الميليشيات في طرابلس، أعلن المؤتمر الوطني الليبي عن إنشاء حرس وطني يضم كما سماهم الثوار في البلاد، من دون التطرق إلى طبيعة مهامه ولا حتى من سيضم. ما خلفيات هذا القرار، وإلى أي مدى مرتبط بالاشتباكات الحاصلة بين الميليشيات؟ خلينا نرجع أولا للمغالطات التي استمعت إليها. طيب يلا. سكت دهرا ونطق كفرا. يعني الاتفاق السياسي من 2015، واليوم هذه اللحظة فقط المجلس الرئاسي فاقد الشرعية والدستورية يفكر في عملية تفكيك الميليشيات، رغم أن هذا المجلس هو من قام بعملية تدوير هذه الميليشيات. هذه في نقطة. النقطة الثانية، أول من ذهب إلى موضوع تفكيك الميليشيات وأصدر قرارات بالخصوص هو مجلس النواب المنتخب، وعملية تحرير طرابلس، وذكر شاهد المشاهدين، هي لتفكيك أصل المشكل. المشكل في ليبيا هو مشكل أمني. هذه الميليشيات التي عادت في الأرض فسادا، والتي نهبت وسرقت وابتزت ومارست جرائم التهجير والإخفاء القسري إلى آخر هذه المسلسل الذي لن ينتهي أعتقد إلا بتفكيك المنظومة الميليشيوية. نأتي للنقطة الثالثة، أذكر السادة المشاهدين أيضا بأن كل مسارات ومحطات الحل السياسي التي ساهم فيها السيد فايز سراج، الذي كنت أقول سابقا بأنه رهين هذه الميليشيات، رهين الحالة الميليشيوية، كان عندما يعود من كل محطة من المحطات ويرجع لشركائه بين المزدوجين قادة هذه الميليشيات، يصطدم بواقع الرفض المطلق لأي مشروع لحل حالة الأزمة الليبية أو إيجاد مخرج لهذه الأزمة الليبية. قلنا سابقا بأن مفتاح الحل والربط كان في يد الميليشيات، اليوم أصبح في يد الميليشيات وفي يد التركي الدخيل الغازي الذي يهدف إلى السيطرة على ليبيا وعلى ثرواتها وعلى إمكانياتها الاقتصادية واستثمار الموقع الجغرافي الهام من مواني وحقول، وأعتقد بأن أيضا قواعد عسكرية تركية لتدشين مشروعه في شمال أفريقيا. اليوم الجميع مدرك لحجم التهديد التي تمثل الميليشيات. أذكر السادة المشاهدين أيضا بأن السيدة ستيفاني والدكتور سلامة حاول في 2018 عندما وقعت اشتباكات في ما بين ميليشيات تتبع داخلية الوفاق وميليشيات تتبع دفاع الوفاق، استحداث ما يسمى ترتيبات أمنية خاصة. نعم. هذه الترتيبات أيضا فشلت. المشكل هو منذ 2011 المقاربة الأممية لازالت تقترب من الملف الليبي بين مزدوجين من مقاربة سياسية. الحقيقة المقاربة هي مقاربة أمنية بامتياز. علينا أولا واحد تفكيك هذه المنظومة الميليشيوية،
اثنين اخراج كل عناصر التي اتت بهم تركيا، ومقصود هنا المرتزقة السوريين المصنفين بالمناسبة وفقا لقرارات مجلس الامن بانهم تنظيمات ارهابية، ومن بعد التفكير في الحل السياسي. الحل السياسي لابد أن يسبقه حل أمني، لهذا قلنا منذ اللحظة الأولى بأن اتفاق الصخيرات فشل، لكون أن باب الترتيبات الأمنية لم ينفذ منه حرف. باب الترتيبات الأمنية كان ينص على تفكيك الميليشيات وإخراجهم من العاصمة وتسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة، وهذا لم يتحقق. لم يتحقق ليس من اليوم ولا من 2019، لم يتحقق من 2015. المشكلة قائمة مستمرة، واليوم أيضا محاولة إظهار المشروع القديم الجديد، هو قديم لكون أن أول من قدمته قطر عبر وزير دفاعها خالد العطية، فشل هذا المشروع بين مزدوجين للحرس الوطني، تم استبداله بالدروع. اليوم العودة لهذا المشروع القديم ولكن بإخراج تركي عبر ما يسمى الحرس الوطني، وهذا المشروع أيضا سوف يفشل، لكون أن الإشكالية الرئيسية أن هذه الميليشيات غير منضبطة. هذه الميليشيات لا تؤمن بمشروع الدولة الوطنية، لكون أن مجموعة من هذه الميليشيات ذات توجه أيديولوجي وتتبع لفتاوى قطرية وتركية وفتاوى المفتي الذي يصنف بأنه مرجعية التنظيمات الإرهابية، والمقصود هنا الغرياني، وشاهدت فتوات هذا الرجل الغريبة. وهناك ميليشيات على وجه التحديد مثل الفاروق والتي يقودها أبو عبيد الزاوي، وهو أيضا بالمناسبة إرهابي. لا اعذرني على المقاطعة، أود أن أستفيد من كل دقيقة معكم جميعا بطبيعة الحال. سنعود إليك إذا سمح الوقت. أستاذ ماثيو، هل بالفعل تقاعس المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية على إبعاد هذه الميليشيات، تفكيكها وإبعاد خطرها عن المشهد الليبي كما يقول الدكتور العبود؟ Of course. بطبيعة الحال كما قال ضيفكم الذي سبقني، أنا أتفق معه في كل ما قاله، لأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب كانت ترسل الكثير من الرسائل التي تفيد بأن المجتمع الدولي كان بطيئا في الإسهام الفعال في حل المشكلة الليبية. إدارة ترامب لها أسباب وجيهة لعدم الانخراط في أي مساعي الأمم المتحدة، لأنها تقول إنها غير موثوقة بشكل جيد، لأنه عندما تنخرط الأمم المتحدة في حل النزاعات فإنها لا تكون فعالة جدا، خصوصا في الشرق الأوسط. والولايات المتحدة الأمريكية تقول إن سجل الأمم المتحدة سيء في حل النزاعات، ولذلك يجب إصلاحها. ولذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الأسباب لا تريد أن تقود هذه الجهود. في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وتواجه ما تحاول فرضه تركيا، وأن تمنع حدود الخلافة وإقامة الخلافة التي يحاول فردها هؤلاء الإرهابيون والمتطرفون. يتحدث أستاذ محمد شبار دكتور أحمد العبود عن ميليشيات غير منضبطة لا تؤمن بمشروع الدولة، واليوم يضاف إليها أعداد من المرتزقة غير الليبيين ليؤججوا الصراع في الداخل الليبي. هل سيكون من السهل ضبط هذه الميليشيات؟ وباعتقادك اليوم ألا تربك هذه الاشتباكات الحاصلة بينها وما رافقها أيضا من إدخال مرتزقة إلى الداخل الليبي مخطط حكومة الوفاق الأمني؟ لا أعتقد أن هذا الكلام يعني صحيح، والجميع يعلم بأن هذه المجموعات هي من يعني أمنت صناديق الاقتراع في أكثر من أربعة مناسبات، يعني انتخابات المؤتمر الوطني العام، انتخابات مجلس النواب، انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. أكثر من 100 بلدية انتخبت مجلس بلدي في كل هذه البلديات التي جاء حفتر ومجموعاته المسلحة وغيرها بمجموعات أو بشخصيات عسكرية. إذن مسألة الإيمان بالدولة المدنية
المدنية، أعتقد أن هذه المجموعات مؤمنة تماما. أيضا حاربت تنظيم الدولة لوحدها في مدينة سرت، والتي يعني هناك مجموعات خرجت من مدينة بنغازي من تنظيم الدولة تحت مرأى ومسمع الجميع، لكن على ما يبدو تنظيم الدولة سيد محمد وبالتالي بانتظار يعني استغلال يعني ما يحدث اليوم بين هذه الميليشيات حتى يعود إلى الواجهة. لا أعتقد أن يعني عودتها للواجهة عادت عندما دحرت كل المرتزقة الروس والجنجويد وأيضا المجموعات التي جلبها خليفة حفتر من يعني على مسافة 1200 كيلومتر، ودعمت للأسف الشديد من دول عربية ودول دائمة عضوية في مجلس الأمن، ولكنها أخفقت تماما في مسألة الدخول إلى مدينة طرابلس ويعني مسألة عودة النظام الدكتاتوري والشمولي والعسكري من جديد. أعتقد أن الجميع وأعتقد أن هذه الشريحة واسعة في ليبيا متفقين تماما على مسألة العودة إلى صندوق الاقتراع من جديد، العودة إلى المسار الدستوري من أجل الاستفتاء على مشروع الدستور، العودة بالفعل إلى مسار ديمقراطي ومسار تفاوضي سياسي يتفق عليه الجميع. أما أن تفرض مجموعة مسلحة نفسها على أن يكون بالفعل نظام الحكم في ليبيا نظام عسكري، في اعتقادي الخاص أن هذا ولى عليه الدهر وشرب يعني بشكل واضح وكبير جدا. على الليبيين جميعا أن يحاربوا المجموعات المارقة والخارجة على القانون، أن تسلم كل المجموعات والأفراد أيضا الذين قاموا بمجازر وقاموا بمقابر جماعية. وللأسف الشديد يعني 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 جاء وحدث كل هذا بدعم خارجي، سواء كان بالمال سواء كان بالسلاح سواء كان حتى بالمواقف السياسية. وهذا أعتقد أن الليبيين اليوم يعني حفظ الكل هذا الدرس، وفي اعتقادي أن المرحلة القادمة ستكون معركة الوعي مع كل هذه المجموعات التي لا تريد بالفعل قيام دولة، لأن قيام الدولة بالتأكيد سيدير عجلة التنمية وتصبح ليبيا بالفعل. بالدقيقة المتبقية لنا لهذا الحوار استمعت جيدا يا سيد محمد شوبار، يتحدث عن مجموعات منضبطة وتؤمن بمشروع الدولة المدنية، أين المشكلة إذن؟ ولماذا تشكل هذه الاشتباكات يعني عقبة في طريق الحل الليبي الليبي؟ يعني أولا ضيفك اللي في طرابلس عنده متلازمة حفتر، نذكر السادة المشاهدين أن المشير حفتر أسس لمؤسسة عسكرية منضبطة نظامية، هذا في جانب. كل مناطق سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية التي يشرف على قيادتها المشير خليفة حفتر هي مناطق تعم فيها الأمن والاستقرار والتنمية، المناطق التي تحت لا يوجد فيها مهددات للأمن القومي، لا يوجد فيها إرهاب، لا يوجد فيها ميليشيات، لا يوجد فيها هجرة غير شرعية، لا يوجد فيها جريمة غير منظمة، مؤسسات تعمل باستقرار وبانتظام. لم نسمع بأي جريمة من الجرائم التي يستحضرها ضيفك في طرابلس. علينا أن نفتح كل الملفات، فلنفتح ملفات السجون السرية التي كانت تديرها ميليشيات مصراتة وميليشيات الزاوية، فلنفتح موضوع الانتهاكات وتهجير البشر في محيط طرابلس في ورشفانة وفي ترهونة، فلنفتح الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات من نهب ونهج لثروات الليبيين فاق أكثر من 300 إلى 400 مليار دينار ليبي. يعني الموضوع الحراك الاجتماعي وإقفال النفط، حقول النفط، هو لهذا السبب أن الميزانية العامة وإيرادات النفط كانت تذهب لتمويل هذه الميليشيات. واليوم الليبيين عندما ذهبوا إلى إقفال النفط المكونات الاجتماعية ذهبوا لأنهم يقولوا ببساطة للمجتمع الدولي بأن أموال الليبيين لن تذهب لتمويل العجز في ميزانية أنقرة، ولن تذهب لتمويل الميليشيات الذين يأتون بهم من سوريا. هذا بوضوح الإشكالية لها ثلاث مسارات: مسار أمني، تفكيك هذه الحالة الميليشيوية وطرد هذه الميليشيات الوافدة والمقصود بالمزدوجين التنظيمات التي أتت بهم تركيا من سوريا، كف التدخل عن الشأن الداخلي في ليبيا والمقصود هنا مشروع تركيا في ليبيا، المسار الاقتصادي، توحيد هذه المؤسسات، توحيد هذه المؤسسات المنقسمة. وصلت الفكرة دكتور أحمد العبود، شكرا جزيلا للمشاركة معنا كاتب البحث السياسي من بنغازي، الشكر موصول لضيفنا من واشنطن كبير باحثين في معهد جولد الاستراتيجيات الدولية ماثيو بروتسكي، ومن طرابلس الكاتب والبحث السياسي محمد
شبار أيضا شكرا جزيلا على المشاركة.